مراسم التشييع جاهزة. تقدموا وارفعوا التابوت. موكب الجنازة، تقدموا. الشخص الوحيد اللي بيعرف الحقيقة جالي، شو بدي أعمل؟ دينيز، الموت ما في مهرب منه بنوب، لو سمحتي ما تتعبي حالك، روحي. يلا، روحي يا روحي. شو في يا عابس؟ شو يا روح؟ العمر إلك حبيبتي. شو؟ إن شاء الله كلياتكم بتروحوا على الجنة يا حلوة. شو عم تخرف هي هلأ؟ شو بيعرفني؟ شوفي ليها قديش مبسوطة. ليكي وشها وضربي شكلها مثل الحرباية. ليكي يا حلوة، السجن مانو مكان سيء إذا تعودتي عليه، ما هي؟ بصراحة لازم تتعودي على كل شيء هون. رح تعيشي كل حياتك هون، لأنه بعد هلأ صار السجن بيتك يا حلوة. دينيز، ليش موت يا راسة؟ هيك شايفة؟ ايه هيك شايفة. كل ما سكتتي أكتر رح يفكروا انك انزليتي لهم. اختي مبروك عليكي، وافقوا لك على طلب ابنك، واليوم للزيارة. على راسي. دينيز، دينيز، شفت الوراق بالمديرية وبنتك جاي تزورك. شو عم تقولي؟ بنتها كمان جاية؟ ايه جاية. شو هالخبر هاد؟ الف مبروك انتي عخير ان شاء الله. تسلموا تسلموا. بصي دينيز، ايه خلص بقى تحكي شوي، لا عاد تبكي. تمام، لا تبكي، ماشي؟ تمام، اسلموا. انتي تعي معي. انتباه انتباه، رح نسمح بالمكالمات الهاتفية اعتبارا من اليوم. برجع بكرر. خليك لطيف معها حسون. امشي امشي، ما بيعرف الواحد من وين بتجي البلاوي، صح؟ فجأة بتجي مرة مثل حضرتك انتي. فوتي عادي هون، تعالي. بتخيل ما في داعي لك انه هذا التحقيق صار بجريمة قتل. اعترفي دينيز، اعترفي وخلصي الموضوع. بشو؟ بشو؟ عدلك شو عاملة؟ واحد، قوصتي زوجك ومسكوا السلاح بإيدك. اثنين، دخلتي بطاقة تليفون للسجن أول ما أجيتي مع أنها ممنوعة. ثلاثة، ما اكتفيتي بهدول وهددتي مديرة السجن قدام عيون الكل بدون ما تخافي، ولما كانت المرأة على الأرض عم تسبح بدمها شافوكي وانتي قاعدة جنبها. دينيز، بنصحك اوعك تلعبي معي، اوعك، ماشي؟ دينيز، اكتر شي بيحبه التحقيق هو الاعتراف، لأنه الحقيقة بتظهر. لما يكون في اعتراف منوصل للجريمة.
القضاة ما بيحبوا ينقلوا شغلهم معهم برات العدلية، وقت يحكوا مع نسوانهم بالبيت أو لما بيكونوا عم يلعبوا أولادهم ما بيحبوا نهائياً يضل بالهم مشغول فيكي وبجرائمك. الحق معهم، بس إذا هلأ اعترفتي وحسينا أنك ندمانة على هالشي بتتحرك الشفقة وبيتحرك الضمير فينا، أي؟ وقت حضرتك ما بتنحكمي مع أعمال شاقة، بتنحكمي مؤبد لحتى تطلعي بثلاثين سنة. وإذا كان عندك بالسجن حسن سلوك تطلعي بعد عشرين سنة. الاعتراف وبعد الندم أكتر شغلتين بحبهم القاضي. يلا اعترفي، اعترفي حتى ترتاحي وتخلينا نرتاح كمان. ما عملت شي. قوصتي على زوجك؟ ما مسكوا السلاح بإيدك؟ قبل ما تنقتل بيوم واحد هاجمتيها بغرفتها وهددتيها وكل اللي كان جوات قلبك قلتيه وكان في شهود. يا ريتك نطرتني قبل ما تبلش مع التحقيق سيادة النائب، غير هيك اللي عم تقوله هلأ ما بيوضح شيء أبدا. بس بيوضح أنه عنده سبب حتى تقتل نهال. سيادة النائب، بس أنت قلت هالشي بنفسك أنه اللي صار كان قبل بيوم من قتله، مزبوط؟ أي مزبوط. وشو فيها؟ فيها كتير. خلال هاليوم اللي مر قامت القيامة بالسجن وصار في تمرد، وقتها كانت المغدورة على الأرض. واضح كتير إنه هالجريمة مخطط لها سيادة النائب. هاد الحكي مو مزبوط، مانو مزبوط. من وين لقيتي سكين؟ ما لقيت بولا مكان، أنا ما معي سكين ولا رح يكون معي سكين. ما كان معك مسدس كمان، ورغم هيك قوصتي زوجك. لو سمحت سيادة النائب، القضية لسه ما طلع فيها حكم. مزبوط مزبوط، صح حكيك، الحق معك. بس شو بيصير إذا في سائق صابت المكان مرتين؟ ها؟ بيدور الواحد على سبب لهالشي، مزبوط حكي؟ دينيز، أنت عندك مشكلة كبيرة مع الدولة، ما بتقدري تتحملي الضغط. زوجك كان يضغطك، أنت قوصتي وما تحملتي السجن، أنت قوصتي الست نهال. أنا قوصته، تمام قوصته، فعلاً أنا قوصته، أنا قاتلة سفاحة بقوص كل اللي بيطلع بمشي. اهدي شوي دينيز، في شي جريمة هون أو هون مشان كمان تتهموني فيها؟ مستحيل يكون في شخص بهالدنيا غيري بده الست نهال تقوم هلأ وترجع تعيش من أول وجديد. سيادة النائب، أنا بفضل إنه نحكي لحالنا. ممكن نكون مزعوجين ومعصبين من حدا بالبيت، بالشغل، بالشارع، إيه، بس ما منقتله إذا عصبنا منه. أنا مستحيل أقتل حدا. سيادة النائب ليك، فحصنا كل تسجيلات الكاميرات، الجريمة صارت بنقطة بعيدة كلية عن نطاق رؤية الكاميرات اللي موجودة، وهذا النوع من النقاط قليلة كتير بالسجن. دينيز مسجونة من 3 أيام تقريباً، وهي أول مرة بحياتها بتكون مسجونة، يعني برأيك حتقدر تكتشف هاي النقاط خلال 24 ساعة؟ وكمان تخطط وتروح وتلاقي سكين من شي مكان وتقتلها؟ كل هالشي ما له علاقة بالمنطق أبداً سيادة النائب، وغير هيك الإجرام مانو بتاريخها بنوب. صحيح ما عنا أي دليل يثبت إنه مو هي اللي ارتكبت الجريمة، بس كمان ما عنا دليل يثبت التهمة اللي عليها سيادة النائب. ليكي في زلمة، لاقي لي شيء أهم منه دودو. زلمة دينيز، خير؟ ليش ما جهزتي حالك؟ بعد ساعة وقت الزيارة. إيه صح، أنا لازم ألبس. إيه طبعاً، بس روحي عملي دوشة قبل وقت الزيارة لتشوفك بنتك نظيفة ورايقة. تمام، فكرة منيحة، يسلم. وتعي لأقرأ لك طالعي، عطول بيتحقق على فكرة. Thank you.
شاء الله ريتو نعيما يا عسل، بس ما نكون ازعجناكي. شو بدكم؟ قولي لي شو الموضوع؟ بدي تدفعي دينك. شو؟ شو هو؟ انتي مدينة لإلي بمعروف. نسيت شفتو؟ ايه صح. شو اعمل؟ رح تشتغلي لصالحي، كل شي بتعمله عزراء بتخبريني فيه ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. من أول ما أجيتي قتلتيها لنيهال والجو كله تخربط، ويمكن تقتلي عزراء بعدها، ما هيك؟ ليك أنا ما قتلت حدا بنوب، ماشي؟ إن كنتي قتلتيها ولا لا مو مهم نحن شو مفكرين أو إذا مقتنعين ولا لا، بس الناس بتحب تشوف القاتل قدام عيونها فوراً وبنفس اللحظة، هيك دغري. هلأ إذا تحققت العدالة ولا لا ما كتير مهم، انسي القصة، ما في أي شيء مهم. بكفي الناس تشوف شخص هيك قدامهم ليحطوا كل حقدهم وغضبهم وسيطرتهم عليه، وبيمسكوه لحتى ينتهي على الآخر، لحتى ما بقى يقدر يتنفس أو يحكي. هاي هي أنتي، أنتي هي القاتلة اللي عم يدوروا عليها. تعرفي شو معنى هالحكي يا عسل؟ مؤبد يا حلوة، مؤبد. إذا أنا قدرت حاول ظبط الوضع، ممكن مثلاً حاول ما خليهم يضربوك على وشك. إيه بس أنتي لازم تكوني مثل ما بدي، إذا قررتي تسندي ظهرك لعذراء ما رح يصير خير أبداً وقتها. تعالي نفتح صفحة جديدة نضيفة أنا وياكي. أنا إيدي طويلة هون جوا وحتى برا كمان. يلا لازم تقرري هلأ وفوراً. بدك تختاري، أنتي معي ولا مو معي؟ يا بتكوني معي يا أما من دوني. أنا ما رح أكون بطرف حدا ابنه، اللي بدي إياه أطلع من هون بدون أي مشكلة أو أي مصيبة. لو سمحتوا اتركوني بحالي بقى، ما بدي شي. بدك تروقي؟ دينيز ديمير تعي معي، شال زيارة. نحن لوين بدنا نروح؟ عالزيارة. امشي عالزيارة؟ بس مو من هون لزيارة. أول شي لازم توقعي شوية وراق.
امشي. فوتي وليك فوتي. يلا افتح افتح لي الباب. يلا يا حلوة. حلوة. قلتي لي ما بتشتغلي لصالح حدا صح؟ حلو، معناتها فيكي تعتمدي على حالك بكل شي بيواجهك. شو عم تعملوا؟ رح وصل سلام حلو لبنتك. لا استني بعدي. لك لا اتركيني. لا استنوا. يا الله افتحوا لي افتحوا. يا الله انتهت كل الزيارات. كل السجينات يرجعوا على أقسامه. انتهت كل الزيارات. كان عنا مقابلة مع دينيس ديمير وما أجت. معلش تشوفي وينها؟ لحظة شوي. دينيس ديمير رفضت طلب المقابلة. بني برادا رما أرهام أنا بابا كل شي صار كان بسببي أنا. عدم صار بسببي. ساçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş koparman. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma,